اهلا بيكم في فيديو جديد من كريم ستورز. النهاردة هنكمل كلامنا عن الشاشات الخارجية او الاكسترنال مونيتورز، واللي تعتبر افضل اداة بتساعد صناع المحتوى المرئي. ولو انت لسه مش عارف، الشاشة الخارجية عبارة عن شاشة تقدر توصلها بالكاميرا بتاعتك اثناء تصوير الفيديو عشان تساعدك انك تتأكد من ان الفيديو مظبوط من حيث التكوين والالوان والاكسبوجر والفوكس وغيرهم. وبالتالي لو انت شخص عايز تقدم فيديو بشكل احترافي، لازم يكون عندك شاشة خارجية تراجع عليها الفيديو اثناء التصوير. والنهاردة هنتكلم عن شاشات من شركة ليلي بوت. هنعرض كل شاشة منهم ونشوف مع بعض محتويات العلبة ومواصفات الشاشة. لكن قبل ما ندخل في اي تفاصيل، ياريت تشجعنا وتعمل لايك للفيديو، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع كل جديد. قبل اي حاجة حابب اقول سريعا كده، ليه الواحد محتاج شاشة خارجية؟ طبعا الواحد ممكن يكتفي بالشاشة اللي في الكاميرا بتاعته، لكن لو الكاميرا بتاعتك ما فيهاش فليب سكرين او حجم الشاشة صغير بالنسبة لك، يبقى اول فايدة هتحصل عليها لما تستخدم شاشة خارجية هي انك تقدر تشوف اللي بتصوره بوضوح، سواء كنت بتصور نفسك او بتصور اي حاجة تانية. طبعا ده معناه انك تتأكد من ان كل حاجة في الفيديو مظبوطة، زي التكوين والالوان والاكسبوجر والفوكس وغيرهم. والشاشات الخارجية بيكون فيها بعض الادوات المساعدة عشان تقدر تتأكد من خلال الادوات دي ان كل حاجة في الصورة تمام. وصعب جدا اننا نشرح كل الخصائص دي وازاي تستخدمها، ممكن نبقى نشرح الكلام ده في فيديو مستقل مستقبلا، لكن الفكرة هي انك من خلال الادوات المساعدة دي هتبقى واثق من ان الفيديو بتاعك هيطلع في افضل صورة ممكنة. هنبدأ الاول باكبر واغلى شاشة فيهم، شاشة من شركة ليلي بوت موديل H7S بحجم 7 بوصة. الشاشة نفسها بدقة عرض Full HD، لكنها بتقبل فيديو بدقة 4K. لو فتحنا العلبة هنلاقي اليوزر مانيوال بتاع الشاشة، وهنلاقي ان كل حاجة تانية موجودة في شنطة من البلاستيك المقوى، وحجم الشنطة مناسب جدا وهتقدر تشيل فيها كل حاجة متعلقة بالشاشة وزيادة. لو فتحنا الشنطة هنلاقيها قسمين يمين وشمال وما بينهم فاصل. القسم اليمين فيه شبكة بسوستة عشان تشيل فيه كل متعلقات الشاشة، وطبعا الفاصل اللي في النص ده حماية زيادة للشاشة من اي خبط او تجريح. والناحية التانية هنلاقي مكان الشاشة نفسها في مكان متفصل على قدها. بمجرد ما تمسك الشاشة هتحس ان البيلد كواليتي عالية جدا، بالرغم من ان الشاشة كلها تقريبا مصنوعة من البلاستيك، الا انه بلاستيك قوي. وتعالوا نحط الشاشة على جنب دلوقتي ونشوف باقي الحاجات اللي بتيجي مع الشاشة. سلك غريب، حاولت اعرف ممكن نعمل بيه ايه ومعرفتش. ماونت رائع من المعدن لتركيب الشاشة في مكان تركيب الفلاش الخارجي فوق الكاميرا، بيجي معاه مفتاح ألانكيه عشان تقدر تتحكم في مدى ثبات الماونت لما تيجي تميل الشاشة. وبصراحة ده افضل ماونت ممكن تستخدمه لو عايز تركب الشاشة فوق الكاميرا مباشرة. كابل HD طرف منه A والطرف التاني ميني، والموضوع معتمد على منفذ ال HD اللي موجود في الكاميرا بتاعتك. ممكن يكون ميني وبالتالي هتقدر تستخدم الكابل ده، وممكن يكون A او حتى مايكرو وبالتالي لازم تجيب كابل تاني. واخيرا الشاشة نفسها ليلي بوت H7S، حجم الشاشة 7 بوصة، ودقة الشاشة Full HD. الشاشة نفسها IPS LCD، وده معناه ان جودة الشاشة والوانها وتفاصيلها ممتازة جدا، ومهما حاولت اصور لك الشاشة عمري ما هقدر انقل لك نفس تجربة انك تشوف الشاشة بنفسك. وعجبني جدا ان الشاشة داخلة لجوه شوية، بحيث لو حطيت الشاشة على وشها فوق اي سطح مستوي هتبقى مطمن ان السطح مش هيلمس الشاشة نفسها. الشاشة من قدام ما فيهاش حاجة غير الشاشة نفسها طبعا، لكن لو بصينا على الظهر هنلاقي كل حاجة تقريبا. من تحت هنلاقي كل الوصلات، على اليمين منفذين SDI واحد in والتاني out، جنبيهم منفذ USB لتركيب فلاشة عليها اللطس بتاعتك. في النص مكان تركيب الماونت المعدني عشان تقدر تركب الشاشة فوق الكاميرا، جنبيه منفذين HD واحد out والتاني in، وفي الاخر مكان تركيب ادابتور الكهرباء لتشغيل الشاشة. طبعا في الظهر نفسه هنلاقي مكان تركيب البطاريتين، وفوق كل مكان فيهم زرار لازم تفضل دايس عليه اثناء خلع البطارية. وكالعادة الشاشة هنا بتاخد بطاريات سوني المشهورة جدا. من فوق بنلاقي زراير التحكم في الشاشة، في الشمال خالص هنلاقي زرار المنيو، جنبيه زرارين اشارات يمين وشمال لتغيير الاعدادات، وبعدين زرار الخروج من المنيو، في النص مكان تاني للتركيب، وبعدين زرار كاستم تقدر تحدد وظيفته زي ما انت عايز، وبعدين زرار اختيار الانبوت اللي بينقل ما بين ال HD وال SDI، جنبيه اضاءة LED بتنور والشاشة شغالة، وفي الاخر زرار الباور الاحمر لفتح وقفل الشاشة. في الجنب هنلاقي مكان تاني للتركيب، وتحتيه المنفذ اللي بيركب فيه السلك اللي مش عارف ايه لازمته.
وفي الجنب التاني هنلاقي مكان كمان للتركيب، وتحتيه مكان توصيل السماعات لمراقبة الصوت أثناء تصوير الفيديو. الشاشة دي فيها كل حاجة ممكن تحتاجها عشان تتأكد ان الفيديو بتاعك مظبوط زي ما انت عايز. لكن الميزة الوحيدة اللي ناقصة من الشاشة دي هي خاصية التحكم عن طريق اللمس. الشاشة بتدعم خاصية الـ HDR، وبالتالي لو الكاميرا بتاعتك بتصور HDR يبقى من الأفضل إن الشاشة الخارجية كمان تكون بتدعم الـ HDR. الشاشة فيها مكان تركيب فلاشة USB، وبالتالي لو أنت بتصور فلات أو لوج زي S-Log في كاميرات سوني أو C-Log في كاميرات كانون هتقدر تنقل اللطس بتاعتك على فلاشة وتشوف الفيديو بتاعك متلون من غير أي مشاكل. الشاشة فيها مكان تركيب بطاريتين بالرغم من ان الشاشة مش بتحتاج غير بطارية واحدة عشان تشتغل، وبالتالي لو انت مركب في الشاشة بطاريتين الشاشة هتستخدم بطارية واحدة فيهم لحد ما تخلص، وبعدين تنقل بشكل تلقائي للبطارية التانية بدون ما الشاشة تفصل، وبالتالي ممكن تشحن البطارية اللي فضيت والشاشة شغالة بالبطارية التانية عادي. الشاشة فيها منفذ SDI، وده منفذ بينقل الفيديو زي الـ HD، لكنها افضل بكتير خصوصا لو السلك طويل جدا، وبالتالي صناع المحتوى المرئي المحترفين بيستخدموا اسلاك SDI اكتر خصوصا في الاستوديوهات او اماكن الانتاج الكبيره. فوق ده كله جوده الشاشه وقوه سطوع الشاشه فوق الوصف، وبالتالي هتقدر تستخدم الشاشه في ظروف اضاءه الشمس القويه جدا بدون اي مشاكل، وده لان قوه سطوع الشاشه بتوصل لحد 1800 نت، وده رقم خرافي جدا لان اغلب الشاشات او الموبايلات الجامده قوه السطوع فيهم بتوصل لحد 1000 نت فقط، وبالتالي هتقدر تستخدم الشاشة دي في كل أنواع ظروف الإضاءة المختلفة. الشاشة فيها سماعات خارجية بمعنى إنك ممكن تستخدم الشاشة كتلفزيون وتقدر تراقب الصوت من خلال سماعات الشاشة بدون الحاجة لتوصيل سماعات. طبعا ده غير كل أدوات تصوير الفيديو الاحترافية اللي بتساعدك إنك تتأكد من إن الفيديو بتاعك مظبوط من حيث التكوين والألوان والإكسبوجر والفوكس وغيرهم. ننتقل للشاشة اللي بعديها، ليلي بوت A7S. حجم الشاشة 7 بوصة ودقة الشاشة Full HD. لو فتحنا العلبة هنلاقي اليوزر مانيوال بتاع الشاشة، بليت من البلاستيك لتركيب بطاريات سوني المشهورة في الشاشة، ماونت من المعدن لتركيب الشاشة فوق الكاميرا في مكان تركيب الفلاش الخارجي، مسمار ومفتاح ألنكي عشان تقدر تعدل الماونت المعدن، كابل HD طرف منه A والطرف التاني ميني، وزي ما قلنا قبل كده المهم المنفذ اللي موجود في الكاميرا بتاعتك، مظلة علشان تقدر تستخدم الشاشة في ظروف إضاءة الشمس القوية، وأخيرا الشاشة نفسها A7S. حجم الشاشة 7 بوصة ودقة الشاشة Full HD. طبعا الشاشة كلها تقريبا من البلاستيك لكنه بلاستيك قوي، والشاشة بيجي معاها جراب مطاطي لونه أحمر للحفاظ على الشاشة. الجراب مكتوب عليه أسماء المنافذ والزراير كلها، وفي نفس الوقت إن الداخل فيها مكان تركيب المظلة. لو بصينا على الشاشة من فوق هنلاقي كل زراير التحكم في الشاشة. في الركن هنلاقي سكرول بيشتغل كزرار في نفس الوقت، بتدوس عليه علشان تفتح المنيو وتقدر تغير الإعدادات عن طريق السكرول والضغط عليه. جنب السكرول على طول زرار الخروج من المنيو، وبعدين زرارين كاستم تقدر تحدد وظيفتهم زي ما انت عايز، وبعدين زرار الباور لفتح وقفل الشاشة، وجنبيهم مكان للتركيب. من تحت مفيش غير مكان للتركيب، وفي الجنب من فوق هنلاقي مكان تركيب السماعات لمراقبة الصوت أثناء تصوير الفيديو. تحتيه منفذين HD اللي فوق Out واللي تحتيه In، وفي الآخر مكان تركيب الأدابتور لتشغيل الشاشة، وفي الظهر هنلاقي مكان تركيب البطارية. كالعادة الشاشة نفسها IPS LCD، وده معناه إن جودة الشاشة وألوانها وتفاصيلها ممتازة جدا، والشاشة فيها سماعات خارجية لمراقبة الصوت، وبرضو الشاشة داخلة لجوه شوية بحيث لو حطيت الشاشة على وشها فوق أي سطح مستوي هتبقى مطمن إن السطح مش هيلمس الشاشة نفسها. الفرق الرئيسي بين الشاشة دي واللي قبلها ان الشاشة دي ما فيهاش منفذ SDI وما فيهاش خاصية الـ HDR، وقوة سطوع الشاشة اقل شوية، لكن طبعا الشاشة فيها كل ادوات تصوير الفيديو الاحترافية واللي بتساعدك انك تتأكد من ان الفيديو مظبوط من حيث التكوين والالوان والاكسبوجر والفوكس وغيرهم. ننتقل للشاشة الثالثة والاخيرة، ليلي بوت T5. حجم الشاشة 5 بوصة ودقة الشاشة Full HD، والشاشة دي بتتميز بإن فيها خاصية التحكم عن طريق اللمس، وكمان منافذ الـ HD أحدث شوية بتقنية 2.0، يعني بتقبل فيديو لحد 4K 60 فريم في الثانية، بعكس الشاشتين اللي فاتوا اللي بيقبلوا لحد 4K 30 فريم في الثانية. لكن للأسف الشاشة هنا ما فيهاش منفذ HD Out،
لو فتحنا العلبة هنلاقي الآتي: كارت عليه QR كود لليوزر مانيوال بتاع الشاشة، كابل HD طرف منه A والطرف التاني ميني، وكالعادة المهم المنفذ اللي موجود في الكاميرا بتاعتك، براكت من البلاستيك بيركب حوالين الشاشة عشان تركب فيها المظلة، مظلتين واحدة كبيرة والتانية صغيرة لاستخدام الشاشة في ظروف إضاءة الشمس القوية، ماونت من المعدن لتركيب الشاشة فوق الكاميرا في مكان تركيب الفلاش الخارجي، وأخيرا الشاشة نفسها ليلي بوت T5، حجم الشاشة 5 بوصة ودقة الشاشة Full HD. لو بصينا على الشاشة من فوق هنلاقي مكان كل زرار التحكم في الشاشة، في ناحية هنلاقي LED بينور والشاشة شغالة، جنبيها زرار الباور الأحمر لفتح وقفل الشاشة، جنبيهم زرار كاستم تقدر تحدد وظيفته زي ما انت عايز، وبعدين مكان للتركيب، جنبيه زرار الخروج من المنيو، وبعدين زرارين إشارة يمين وشمال لتغيير الإعدادات، وفي الآخر زرار المنيو. من تحت مفيش غير مكان للتركيب، في الجنب من فوق هنلاقي مكان تركيب السماعات لمراقبة الصوت، تحتيه مكان توصيل فلاشة USB عشان تقدر تستخدم اللاتس بتاعتك، تحتيها منفذ HDN، وفي الآخر مكان توصيل الأدابتور لتشغيل الشاشة نفسها. في الجنب التاني هنلاقي مكان تركيب، وتحتيه مخرج أدابتور لتشغيل أي جهاز عن طريق الشاشة نفسها، وطبعا في الظهر هنلاقي مكان تركيب البطاريات السوني المشهورة. بالرغم من أن الشاشة كلها تقريبا من البلاستيك، إلا أن البيلد كواليتي يعتبر كويس جدا والبلاستيك قوي. كالعادة الشاشة نفسها IPS LCD، وده معناه أن جودة الشاشة وألوانها وتفاصيلها ممتازة جدا، ولكن للأسف بسبب خاصية التحكم عن طريق اللمس الشاشة هنا مسطحة، وبالتالي حاول تاخد بالك انك ما تحطش الشاشة على وشها. بالاضافة لخاصية التحكم عن طريق اللمس، الشاشة فيها خاصية العرض بتقنية الـ HDR وامكانية استخدام اللاتس بتاعتك عن طريق فلاشة USB، بالاضافة لكل ادوات تصوير الفيديو الاحترافية اللي بتساعدك انك تتأكد من ان الفيديو مظبوط من حيث التكوين والالوان والاكسبوجر والفوكس وغيرهم. في النهاية اقدر اقول ان الشاشات دي بتقدم لك قيمة كبيرة جدا في مقابل السعر، واي شخص بيصور فيديو عايز يتأكد من ان صورة الفيديو احسن ما يكون لازم يستخدم شاشة خارجية زي الشاشات اللي عرضناها في فيديو النهاردة. وسواء اخترت الشاشة الاولى H7S او الشاشة التانية A7S او الشاشة التالتة T5، فهم كلهم ممتازين لكن مع بعض الفروقات البسيطة، وانت في النهاية بتختار الانسب ليك وتقدر تشتريه من كريم ستورز. ادخل على موقعنا وشوف سعر المنتج، وتقدر تتواصل معنا عن طريق صفحاتنا على السوشيال ميديا. وبكده نكون انتهينا من فيديو النهاردة. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشارك الفيديو مع اصحابك، وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان تتابع كل جديد.